حكايه الماسكات، مش كل حد بيلبس ماسك. ال WHO بتقول لك اللي بيلبس ماسك اللي هو عنده اعراض اهو، عشان الدكتور هو اللي بيقول يعني لما انا اللي بقول لما اقولها للكاميرا عشان انا ايه جالي كميه تعليق، لما انا اللي بقول بتقعدوا تعدلوا عليا اهو. ال WHO نفسها بتقول، منظمه الصحه العالميه بتقول، بس انا ذكرت مراجعي. اللي بيلبس ماسك، اللي بيلبس ماسك اللي هو الشخص اللي عنده اعراض او مشتبه فيه، ده رقم واحد. بدور على حاجه ثانيه. ده رقم واحد، المشتبه فيه او اللي عنده اعراض او المخالط لحاله مشتبه فيها وعندها اعراض. الحاجه الثانيه اللي هو الفريق الطبي، عشان هو بيتعامل مع حالات كتيره. غير كده لا، غير كده مفيش حد يلبس ماسك، ملوش اي لازمه. الحاجه الثانيه يعني معلش، يعني الناس اللي بتلبس جوانتي وبتمشي بيه في كل حته في الشارع، والله انا بعت اجيب جوانتي دلوقتي عشان اوريه للناس ووريهم الخطوره الرهيبه. الجوانتي ده انا يعني معلش انا اسف، ده نقط رهيب للعدوى، نقط رهيب للعدوى. ايه ده احسن منه، وهو كده ما بيحميش نفسه، هو كده بيرفع بصماته يعني عشان كده ما بيعملش حاجه يعني كده. لا مش انت كده بتنقل العدوى اكتر. انا بس عايز اضيف بس نقطه واحده بس، احنا بنتكلم في حكايه الباسك ده. طب النقطه واحده بس، هو احنا بنتكلم في ده، احنا بنتكلم بس مش ناحيه ان هو انت مش محتاجه او ان انت ممكن يعمل لك مشاكل. الماسك حتى لو بتلبسه بدون لزوم فده يعتبر هدر لسلعه مهمه جدا، وقت مهم جدا. شفنا فيديوهات ناس بترقص في الفرح بالماسك، اتنين فنانين امبارح مصورين مع كلب وحاطين له ماسك، وماسك غالي كمان من اللي احنا بندور عليه. انا النهارده ده بيأثر في وجوده عندك انت بالظبط. انا النهارده كتبت على الفيسبوك، النهارده عندي على الفيسبوك وقلت يا جماعه انا طالع النهارده عشان اتكلم على يعني دور الفريق الطبي حد كل عن مشاكل كويس. عايز اقول لك ان نص الحاجات ومشاكل الناس بتتكلم فيها اطباء ما عندهمش الادوات اللازمه لجمعيتهم زي الماسك والحاجات دي كلها. لا ده انا اقول لك على حاجه، محافظ القنا النهارده في جنان منشور صوره ليه مشهوره موجوده دلوقتي وموجوده على صحتها، انا بعتها للاعداد يا ريت ينشوها لو يقدر. ان محافظ نازل هو والتيم اللي معاه كله، حتى السواقين بتاع لابسين ماسكات من ان 95 اللي هي الغاليه دي، تمام؟ قدامه بالظبط في نفس الصوره اللي منشوره في الجورنال دكاتره قاعدين واقفين من غير ماسكات، هو واكيد هو بيكلمهم يقول لهم احنا وراكم وبندعمكم وبنوقف وهنوفر لكم، مش هنوفر لكم ايه؟ وفي ناس بترقص بيه انا بس بتكلم.